كما ألقى السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية لاجتماعات الجمعية العامة كلمة نيابة عن رئيس مجلس النواب، أكد فيها أهمية اجتماع منتدى النساء البرلمانيات باعتباره بوابة للوقوف على واحدة من أهم القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين. أرحب بكم جميعا في مملكة البحرين، ويسعدني أن تكون أول كلمة لي في الاجتماعات المصاحبة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي من خلال هذا الاجتماع الذي يقف على واحدة من أهم القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والدور القيادي للمرأة في المجتمعات، إذ نؤمن أن المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وثمة فرص مواتية من خلال اجتماعاتنا تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي للخروج برؤى موحدة تخدم التوجهات المشتركة في هذا الإطار. سيارة السادة، أن لمملكة البحرين حضور مؤثر في مسار الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين عبر مواد دستورية وتشريعية وإجراءات تنفيذية، إيمانا بدور المرأة في مسار البناء والتطوير، حيث يمثل ذلك ركدا أساسا لنهج رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لكافة مؤسسات الدولة، وضمن خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة وأطر زمنية ساهمت في مطلع الألفية الحالية حتى الآن في انتقال المرأة من مرحلة النهوض إلى مرحلة التقدم.